ايه موضوع دي اتش سي بي ريلي ايجنت؟ دلوقتي انا عندي شبكتين، سبنت ايه وسبنت بي. سبنت بي هي الوحيده اللي فيها دي اتش سي بي سيرفر، سبنت ايه ما عندهمش. فاصبح ان الكلاينت دول لما يجوا يبعتوا برودكاست، الريلي ايجنت المفروض ان هو هياخد البرودكاست يحوله الى يونيكاست. فالري ايجنت لما يرد على او يبعت الكلام دي اتش تي بي سيرفر، دي اتش تي بي سيرفر هيرد على الايجنت، والايجنت يرد على مين؟ على الكلاينت. فكان الدي اتش تي بي ريلي ايجنت ده هو وسيط ما بين الكلاينت وما بين الدي اتش تي بي اللي في صدمه الثانيه، لان انت عارف ان الراوتر اللي بيربط الاثنين دول مستحيل يعدي برودكاست، الراوتر ما بيعديش برودكاست. فبالتالي صدمه ايه زي ما انت شفت من شويه ما عندهمش دي اتش تي بي، فالري ايجنت هو اللي هيوصلهم من دي اتش تي بي. خد بالك، فانا عايز اعمل بقى تمرين ده، عايز اعمل تمرين بتاع الدي اتش سي بي ريلي ايجنت. طيب هنعمله على الفي ام وير عندنا ازاي؟ بص كده اللاب اللي انا هعمله، انا هيبقى عندي ثلاث مكنات، ادي الاولانيه وادي الثانيه وادي الثالثه. الاولاني ده الواد ومي كنترولر، الثاني ده انا احنا عندنا فيه كارتين شبكه صح كده، وده الكلاينت اللي هنتست عليه. طيب ده زي ما اتفقنا الدومين كنترولر وعليه دي ان اس وعليه دي اتش سي بي، ما عندناش مشكله. ده هنعمله راوتر، هنعمل السيرفر الثاني ده ابو كارتين راوتر. انا عندي الاي بي بتاع السيرفر الاولاني وليكن 10.0.0.1، تمام. هنخلي ياخد جيت واي 10.0.0.2 بتاع مين؟ بتاع الجهاز الثاني. ده هيبقى جيت واي، اما الدي ان اس 10.0.0.1 وده اللي هو مين؟ دي ان اس. ماشي الكلام؟ يبقى الراجل ده اي بي اهو، والجيت واي بتاعه 10.2 والدي ان اس 10.1. الكارت ده هيبقى كام؟ 10.2. ده اللي انا عامله جيت واي لكل الناس اللي فين؟ اللي في الشبكه عندي هنا. طب الكارت اللي بره ده هنقلبه 11 مثلا 0.0.1. لحد كده تمام؟ يبقى الكارت ده هنعمله 11.1. طيب في حاجه بقى محتاجين نعملها، نغير اللون كده. انا هيبقى عندي هنا كارت الشبكه كمان، ماشي؟ عندي هنا كارت الشبكه كمان موجود. انا محتاج كارت الشبكه ده وكارت الشبكه ده هنعملهم في شبكه اسمها في ام نت 2. مش انت عارف ان برنامج الفي ام وير عندك بدل ما بعمل بريدجد او نت او هوست اونلي في كاستم تحت؟ اه انا هخليه كاستم بس في ام نت 2. ليه؟ كان الاثنين، انا ما عنديش راوتر هنا، فكان انا بعمل الاثنين دول على سويتش لوحدهم منفصلين، والكارتين دول اللي هنا وهنا دول هوست اونلي زي ما هم هوست اونلي، ما عندناش اي مشكله. يبقى الكارت الثاني ده مع كارت الجهاز اللي انا هجرب عليه اللي هو اس 3 اللي عندي ده، دول هيبقوا في ام نت 2، تمام. طيب انا عندي هنا في السيرفر الاولاني انا بالفعل عندي سكوب بتوزع من الشبكه 10.0.0.0، تمام، واسمها سكوب 1. ايه رايك ان انا هعمل سكوب 2 توزع من 11.0.0.0، تمام. يبقى انا هعمل سكوب ثانيه على السيرفر الاولاني ده اهو، توزع من الشبكه 11.0. التمرين ده كبير شويه بس حلو. طيب يبقى مطلوب من عندي اول حاجه هنبدا من السيرفر ده اولا، اللي انا ادي لنفسي جيت واي، تمام، لو بتاع السيرفر الثاني اللي انا هعمله راوتر، وفي نفس الوقت اكريت ايه؟ اكريت التلسكوب الجديده اللي كانتش متكريته، صح كده؟ ده كده رقم واحد. رقم اثنين وهو اعداد السيرفر ده علشان يكون راوتر، هنظبط كارت الشبكه الثاني ده انه يبقى ستاتيك ونظبطه في ام نت 2، وهنسطب عليه خدمه اسمها لان راوتنج علشان اللي انا اعمله سوفت وير راوتر، تمام كده. الحاجه رقم ثلاثه اللي انا بعد ما نعمل لان راوتر هننزل عليه الدي اتش سي بي ريلي ايجنت، بعد ما نعملها كونفيجريشن رقم ثلاثه هنتست عندنا هنا. هي دي مراحل التمرين، نبدا من الاولاني نعمل السكوب ونظبط جيت واي، بعد كده نخش على الثاني نظبط كروت الشبكه ونعمل الراوتر ونعمل ريلي ايجنت، وراح تست على الثالث. سهل الكلام؟ فده اللي انت هتجربه عندك كمان في البيت، ماشي؟ طيب بص معايا، نبدا من الاولاني. مش احنا اتفقنا انا عايز اعمل سكوب ثاني هنا؟ انا هاجي على الاي فيجن 4 كليك يمين واعمل نيو سكوب، اسميها سكوب 2 11.00 مثلا 1 ل 11.00 254،
وانا استثني من 11 واحد الى 11 مثلا 30. تمام. نيكست. سيبها 8 ايام اوبشنز. الناس دي هيبقى 11 كام؟ 11 واحد الجيت واي بتاعهم. تمام. وكمل عادي ان الناس تاخد دي ان اس اللي هو شبكه 10، ما عندناش مشكله. كمل الوينز اكتيفيت يس. ادي كده السكوب الثانيه بتاعت شبكه 11، ممكن عشان الحته دي نعملها اكتيفيت والدنيا ايه؟ الدنيا ماشيه تمام. طيب الحاجه الثانيه، هو الاي بي الداخلي بتاع الجهاز ده كام؟ انا عندي ده 10 كام؟ 10 2. يبقى ده الجيت واي هياخد كام؟ 10 2. جيت واي 10 0 0 2. حلو جدا. اوكي. كلوز. انا كده خلصت هنا اللي احنا عملناه، عملنا سكوب ثانيه اللي هي 11 وعملنا الجيت واي بتاعنا. نروح على الاخ ده. محتاج بقى اللي انا اسميهم، ايه رايك؟ مش ده من الشبكه 10، ايه رايك اللي انا اسميه لان؟ ما عندناش مشكله، سميه لان. وايه رايك ده اسميه اذر علشان الشبكه الجديده؟ وندي له اي بي كام بقى؟ زي ما انا عامل في الصوره 11 1. 11. حلو جدا. اوكي. وكلوز. جميل. كده ده 11 1 وكده ده 10 2 ودي انا مش فاهم مشكله. طب نعمل بقى هنا ايه؟ نفتح سيرفر مانجر. عايزين نعمل الجهاز ده كراوتر. عايز اعمله كراوتر. في حاجه قبل ما انساه. انا عندي هنا كارتين شبكه، كارت شبكه الاولاني هوست اونلي، كارت الشبكه الثاني اللي انا ضفته هخليه ايه؟ كاستم على كام؟ في ام نت 2. على في ام نت 2. لان الجهاز الثالث ده اهو انا رحت على كارت الشبكه بتاعه هو كمان عملته ايه؟ في ام نت 2. تمام؟ جميل. تعالوا نعمل اد رولز اند فيتشر. هنلاقي في رول عندنا اسمها ريموت اكسس. في رول اسمها ريموت اكسس، هعلم عليها. وماله نيكست. نيكست. كل اللي انا محتاج ايه؟ خدمه الراوتنج. كل اللي انا محتاجه خدمه الراوتنج علشان اللي انا اعمله كلان راوتر، هو ده المطلوب معايا. شايف ممكن اشغله بي جي بي وريب وحاجات جميله قوي، ممكن اعمل عليه نت كمان، الكلام ده جاي معانا في البوك ده. خلاص؟ فانا اختار راوتنج وماله اد فيتشر. وماله نيكست. انستول. على ما يشتغل نروح على السيرفر ده ونعمل لوجن عليه عشان ده اللي ايه؟ اللي هنتست عليه. كلوز. واجي في قائمة تولز هختار راوتنج اند ريموت اكسس. لو انا نزلت تحت كده الاقي اهي راوتنج اند ريموت اكسس. هنيجي على السيرفر، كليك يمين، كونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت اكسس، وميلو نيكست. هنختار كاستم، كاستم كونفيجريشن، عشان انا عايز اخر اختيار، انا عايزه يبقى لان راوتر بس، مش محتاج اعمل نات ولا في بي ان ولا الكلام ده، لسه الكلام ده معانا في البوك قدام. انا محتاج ان انا احوله الى سوفت وير راوتر، راوتر بكارتين شبكه. نيكست. فينيش. الايرور ده علشان مش عارف يفتح الخدمات بتاعت الفي بي ان من الفاير وول، دي عاديه هناخدها لما ندرس الفي بي ان. تمام. فانا اقول اوكي وما يقول ستارت سيرفيس. يبقى انت خلصت. انت ايه؟ تعالى نغير اللون كده. انا كده عملت الجزء بتاع اللان راوتر خلاص، ده كده اوكي. فاضل مين بقى؟ اعداد الريلي ايجنت، صح كده؟ يبقى احنا ماشيين بالترتيب اهو، ده كده خلص. احنا حاليا هنا خلصنا ده، فاضل مين؟ الريلي ايجنت. انا اقوم رايح على الراوتر بتاعنا، نيجي على اي بي فيرجن 4 ونيجي على الجنرال، كليك يمين اقول له ايه؟ نيو راوتنج بروتوكول. نيو راوتنج بروتوكول. شايف الاولاني ده؟ دي اتش سي بي ريلي ايجنت. الدي اتش سي بي ريلي ايجنت بتحدد له حاجتين اتنين، حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه مين اي بي السيرفر اللي هيكلمه؟ لو اي بي دي اتش سي بي. والحاجة التانية الكارت اللي هيلسن منه هيبقى مين؟ الأذر اللي هو الحداشرات. يبقى ريلي ايجنت لابد تحدد له حاجتين، اي بي يكلمه اللي هو السيرفر ال 10 1، والكارت اللي هيلسن منه اللي هو الأذر. وصلت؟ فأنا هقول له كليك يمين بروبرتيز،
مين اي بي السيرفر 10.0.0.1 ده اللي هو دي اتش سي بي، وكليك يمين نيو انترفيس، مين الانترفيس بقى اللي هيليسن منه؟ اذر، وما يقول له اوكي تمام. في عندي اختيارين، هوب كاونت ثريشولد وعندي بوت ثريشولد. هوب كاونت ثريشولد معناها ايه؟ اقصى عدد راوترات يقدر يعديها على ما يوصل للدي اتش سي بي تمام، اقصى عدد راوترات. البوت ثريشولد معناه هينتظر كام ثانيه لما ياخد ريكوست من كلاينت وبعد كده يوجهه، كانه بيعمل ديلي كده 4 ثواني وبعد كده يودي ايه؟ يودي الريكوست تمام. فهم قايل له اوكي. لو انا رحت على الكلاينت ده ماشي، قمت قايل له سيتنج، ونحاول نيجي في ايثرنت، ونحاول نيجي في الشيرنج سنتر، ونيجي في التشينج ادابتر. طبعا المفروض ده هتلاقيه لسه قبيبه الى الان ماشي. طب ايه رايك اللي انا اقول له ديسيبل وانيبل، ونحاول كده نشوف هل الكلاينت بتاعنا لو انا عملت ريفرش هنا خدت بالك؟ سحب 11.31 11.1 دي لسه تمام. ولو رحنا على دي اتش سي بي سيرفر فين الادرس ليز، قمت عامل ريفرش، ها ده اللي اسمه اس 3 سحب 11. فانت كده اديت فرصه انه حتى لو في ناس في شبكه تانيه ما عندهمش دي اتش سي بي، عن طريق الريلي ايجنت يعرف يوصل، عن طريق الريلي ايجنت يعرف يوصل. سالي كلام ماشي. يلا اتمنى انكم تعملوا التمرين ده. انت محتاج الجهاز الاولاني لو انت حابب تصور الصوره لان فيها التفاصيل كلها، محتاج انك تعمل السكوب التانيه، ومحتاج انك تديله جيت واي. وفي السيرفر الوسطاني ده هتخلي كارت الشبكه 11.1 وتعمله في ام نت 2 ماشي، وتعمل الخدمه بتاعت الايه اللان راوتر مع ريلي ايجنت، وتجرب على الجهاز التالت ده. سهل الكلام؟ براحتك خالص براحتك. ده اللاب اللي انت حتى هتعمله عندك في البيت، عايزك تعمله دلوقتي وتعمله في البيت. سهل الكلام؟ وبالمناسبه لو انت حابب تصور ادي التفاصيل بتاعته ايه، انا كريت سكوب تانيه في السيرفر، وعملت الجيت واي على سيرفر 1 10 2، وجيت على سيرفر 2 عملت راوتر وظبطت ريلي ايجنت، وخليت الكارت الشبكه الثاني ايه في ام نت 2، نفس اللي انا كتبته لك في الصوره هو نفس اللي في السطر البسيط ده. سالي كلام جميل. يلا نفذوا لي هذا التمرين، واظن ان احنا هنتوقف لحد هنا بس. خلصوا لي التمرين ده الاول.